من مهد الحضارة السومرية، واحدة من أكبر المسطحات المائية في الشرق الأوسط وغرب آسيا. يعني التاريخ، الجمال، الطبيعة، العراقة، يعني المكان المصنف على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. أهلاً وسهلاً بكم في أثوار العراق. أكثر من 35 ألف كيلومتر مربع، يعني يا جماعة مساحة دول بل حتى أكثر من بعض الدول. كمية الجمال والتفاصيل الموجودة في هذا المكان خلت الانطباع الأولي لبعض الناس بهذا الشكل. للأمانة كبحريني ما كنت أعرف الأهوار، بس يوميت هني أول مرة قلت شنو هاي المكان الخيالي. أتوقع بس بتم هني أنا. آلاف السكان، آلاف الكائنات الحية، يا جماعة تنوع إحيائي كبير جدا في هذا المكان. كائنات مائية، طيور، حيوانات، بل بعض الحيوانات النادرة مكتشفة في هذا المكان. من أبرز الحيوانات المهددة بخطر الانقراض في الأهوار العراقية كلب الماء العراقي وأسماك البني والقطان وهاز القصب البصر والرفش الفراتي، تعتبر من ضمن نقاط القوة اللي دخلت بها الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي، لأن هاي الحيوانات مهددة بخطر الانقراض وضمن القائمة الحمراء الدولية. بيوت الأهوار جمعت بين البساطة والفخامة بطريقة عجيبة، يعني بين كرم الضيافة العراقية وبين اللون الريفي الأنيق. البيوت تبنى بالعادة من القصر، أما عن المضايف فالصورة أبلغ من الوصف. حياكم الله، هلا بكم، تفضلوا. على طار الكرم والضيافة، ضروري تجربون الريوق بالأهوار. جبن العرب، الضفاير، أيضا من الجاموس. الجاموس هنا سيد الموقف في كل أكلة من الأكلات. والبعض يسأل شنو أشهر ثلاث أكلات تراثية على المائدة الأهوارية؟ المصموط والطابق والشباب. الطابق فهو العجين اللي يخلونه على قرص من طين ويفخروه من النار يصير أحمر. ما الشباب فهو عجين معجون يضيفون له السمك والبصل والبهارات. المصموط اللي السمك المجفف اللي يضيفون له البانية والبصل والنومي. وبالأخير هذه هي حياة الريف في الأهوار. عمي أبو رعد إلى سالفة معروفة جدا، لو يطوني مليار ما أترك الأهوار. الآن أنتم اكتبوا لنا بالتعليقات وجهات نظركم إذا خيروكم ما بين المدينة وحداثتها ولا الريف وبساطة.